بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله مناح. تحياتي لكل شخص بدأ بالعملي. إن شاء الله اليوم أول درس عن العملي. موضوع اليوم بون انستاليسيون، الجلوس الجيد. في يوم الفحص الاسبكتور أو المراقب راح يقعد، هون شايفين هون راح يقعد هو، والأستاذ عندك من المدرسة تابع على مدرستك بيقعد ورا. أنا ليش حكيت هيك؟ هلا راح أحكي لكم. يعني أنتوا بتكونوا ثلاث أشخاص في السيارة، أنت راح تكون القائد، يعني أنت راح تكون شوفير. بون انستاليسيون، مثل ما أنا شرحت في الفيديو الماضي عن ورقة الامتحان، ماكسيموم نقطتين راح يعطيك المراقب. إذا يصير في عندك مشكلة يعني ما بتعرف بون انستاليسيون، فما في إليميني، ما في إشوي، ما في فشل. حرف الأو ما رح يحط لك لأنه شيء طبيعي عادي. فأول خطوة، أول ما بتجي بتقعد بالسيارة، أنا أول شيء رح أدربك، رح أعطيكم معلومات أخطر وأسوأ الاحتمالات. أنت بدك تحط براسك أنه السبيكتور، أول شيء خذها نصيحة، لا تضحك مع السبيكتور، لا تضحك معه، لا تضحك معها ولا تحكي معها، ولا تحط تمك اخي او اختي علكه، يعني بتعمل هيك واعتذر، بس يعني بتجي باليوم الامتحان بتعمل هيك، هذا شيء غلط. لانه الامتحان العملي هو مو بس القياده، هو سلوكيات السبكتور، المراقب يراقب سلوكيات الشوفير القيادي. يعني فلا تضحك ولا لا تكون شخص مزح كتير، هاي النصيحة خذها بعين الاعتبار. وكمان جهز حالك، خذ معلومات قوية ودرب حالك عن طريق العقل وجابة الجسم، يعني جسمك وعقلك يتواصلون مع بعض بشكل سريع. في الفيديوهات القادمة إن شاء الله راح أتحدث كيف راح تتفكر، ودائما جسمك يكون متأقلم بحركة الرأس وأخذ المعلومات من اليمين من اليسار من زاوية الميتة من المراية الداخلية. فلما بتجي بتقعد بيكون احتمال، أنا ما بعرف، بس احتمال أنت خذ بعين الاعتبار أنه السبيكتور الفاحص رجل شرس كتير، يعني معاملته سيئة فلنعتبر، ودقيق ومتشدد، فبجوز يخرب لك النظام، حاطط بغيار الرابع، مشغل الفودو ديتخيس، مقفل الفونو، هذا راجع لورا كثير مثلا، هذا الدوسيه نزله كثير. فانت بدك تحسب حسابك. فاول خطوه لما بتجي بتجلس مشان تحصل على النقاط التامه وهي نقطتين، بتجي اول شيء خذها قاعده، بتحط السياج، بتظبط السياج، شايفين مسافه الاجر ما بتكون ضيقة كتير، يعني زاوية أكثر من أقل من 45، ما بتكون يعني إجرك بتكون مفتوحة كتير هيك، هذا شيء غلط. 180 درجة هذا شيء غلط، فبتكون 45 درجة، بتكون هيك، يعني بتضبط السياج على حسب إجرك، وبتدعس على البنزين والفرامل وكل شيء والدبرياج بطريقة سهلة، لأنه يعني إذا كان ضيق ما راح يكون بإمكانك استخدام الدبرياج والفرامل والأكسليراسيون. هذا أول شيء، فخذوا قاعدة، الخطوة الأولى السياج، بعدين الخطوة الثانية الدوسيه رقم 2. الدوسيه ما بتكون ضيقة هيك نازل كتير، ما بتكون يعني مريح حالك كأنه أنت عم تنام على الفرشة، هذا شيء غلط، بتكون وسط على حسب جسمك، بتكون ريح جسمك هيك، يعني بتكون الجلوس هيك، ما بتكون نازل هيك الدوسيه ولا بتكون عامل هيك، فبتكون وسط. هاي الطريقة شايفين، يعني بتكون 95 درجة، ما بتكون زاوية قائمة هيك، بتكون أفتح، يعني 95 أو 100 بتكون هيك تقريبا، ما بتفتح كتير. انتبه. الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة لبوتيت، وسادة الرأس بتكون، ما بتكون عالية كتير، يعني شايفين ما بتكون عالية هيك كتير ولا نازلة كتير، فبتكون مسح مع الرأس، فبتعمل إيدك هيك
وراسك قدام المراقب طبعا، بتعمل هيك خالص، واحد اثنين ثلاثة. بعد هدول بتبلش الفونو، شايفين هو مقفل سلم، نحن ما راح نفتحه، راح الفونو بتعير الفونو على حسب مسافة الجسم، ما بتكون ضيقة هيك ولا بتكون مفتوحة كتير هيك، غلط هذا الشيء، بتكون زاوية كمان زاوية شايفين 45 درجة، ايدك بتكون هيك يعني شايفين، بتعمل هيك هيك. اما بالنسبة للارتفاع والنزول الفونو او الدرجسيون، فبتعمل شايفين، بتحط التابلو، ما بعرف عم تشوفوا شايفين، هاي تحت الدرجسيون، بتعمل هيك، لازم تشوف التابلو كلياتها، فبتعملوها هيك، لازم تشوف التابلو كلياتها، ما بتكون نازلة كتير هيك ولا عالية كتير هيك، فبتكون مسح مع نهاية السقف هون شايفين. هلا شايفين الفولوم او الدرجسيون مقفل طبعا، بتعمل بتعير وبتقفل، بتقفل الفولوم من هون، هلا هي مقفله جاهزه يعني. الفولوم هون مسكر مقفل، مشان تفتحه بتحرك شوي المفتاح شايفين، هذا شوي بتحركه شوي هيك مع ايد الثانيه، هلا راح افرجيكم شلون. شايفين مقفل هيك، عشان تفتحها بتحرك شوي ايدك يمين يسار شايفين، هيك تعمل، وبايد اليسار بتحرك شوي الفولو او الدرجسيون هيك، يعني بتعمل اثنيناتهم مع بعض، بتحرك اثنيناتهم مع بعض وبينفتح شايفين، هلا انفتح. بس ما بتشغل السياره كامله، لانه انت لسه ما انتهيت من جلوس الجيد. بعدها بتبلش طبعا بعد الجلوس كامل، بتعير الريتروفيزور انتيريور، المراية الداخلية، طبعا ما بتعمل راسك هيك بتساوي، لا بتضبط راسك على طبيعتها وبتضبط المراية الداخلية، وبعدين المراية الخارجية، اثنيناتهم مرايات الخارجية، بعدين بتطفي، شايف عم تسمعوا الاسبكتور، هو بكون مشغل فودي ديتريس، فانت بدك تطفيه كمان، طفيته شايفين، بجوز حاطط حسب حسابك، هو حاطط بعيار الرابع او الثالث، او يعني هو مخير مخرب العيار، فانت بتساوي هيك، احتمال هو مو حاطط، هو بجوز حاطط غيار ثالث، بس هو مو حاطط فرامل اليد، فانت بدك تتاكد من فرامل اليد، ترفعه بعدين بتحرر ال بودو فيتيس، غيارات يعني بتحرر، بعدين بتحط الحزام، يعني حزامك لما بتركبه شده هيك كمان، شده تمام، بس لما بتركبه انتبه ما يكون بهاي الطريقة، هذا الشيء غلط، تحطه هيك وبتشده. هلا كل شيء جاهز ان شاء الله، انتهينا من كل شيء. أول خطوة، أول خطوة لا تنسى سياج دوسيي لابوتيت، بعدين الفونو أو تختار الفونو أو المرايات الداخلية والخارجية، المهم بعد واحد اثنين ثلاثة تختار بيصير كيفي، فبعدين بكون كل شي جاهز. قبل ما تشغل ماتور السيارة، ماتور السيارة إذا اشتغلت معناته أنت في حالة استعداد جاهز، فلا تشغل مباشرة، احفظ هاي الجملة، راح اكتبها بأسفل الفيديو. Est-ce que tout le monde bien attaché le ceinture؟ تطلع على المراقب. Est-ce que je vérifie que tout le monde bien attaché le ceinture؟ أو Est-ce que tout le monde bien attaché le ceinture؟ بدك تحكي هاي الكلمة، مشان لأنه هو أنت المسؤول، أنت القائد، أنت المسؤول عن حماية المراقب وحماية الأستاذ وراك، فبيقول لك إيه أنا جاهز، بس بجوز انتبه، بجوز هو شايفين، بجوز هو حاطط حزام هيك بس مو مركب عنده، فبتعمل هيك شوي التابلو، بتتأكد قبل التشغيل طبعا. بعد ما حكيته هو، اذا قال لك ايه نعم نحن جاهزين، وراك الاستاذ عندك بالمدرسة حكى لك انه هو كمان جاهز، فبتشغل السيارة
ما بتنطلق مباشرة، بدي أتأكد من تابلو ما في أي شيء، ما في أي ضوء مثلا، بدي أتأكد إذا هو الأستاذ مو حاطط الحزام، فبيطلع لك إشارة الحزام مثلا. هلا مشكلة ما بتطلع، ما بتظهر. شايفين مثلا إذا بتشيل الفرامل هيك بتكون، ما بتظهر حاليا، فلازم نشغل السيارة. المهم يعني المقصود من كلامي انه انتبهوا من تابلو السيارة قبل ما تنطلقوا، من كلياتهم مجهزين يعني حاطين الحزام وكل شيء وبتنطلقوا. هذا هو الدرس الاول ان شاء الله، ان شاء الله وصلت الفكرة. فلا تنسوا الجملة، هلا راح احط لها، احط لكم اياها بالاسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو هذا القادم راح اتحدث عن كيفية استخدام اليد وكيفية استخدام الودو فيتيس، وبدنا نتعرف عن سرعة الموتور وسرعة السيارة، شو هو السو ريجيم، سو ريجيم وريجيم نورمال في الفيديو هذا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.